نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط ورشة عمل للتعريف بنهج الصحة الواحدة كأداة للتقييم يستند إلى الترابط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وارتباطهما بصحة النظم البيئية التي يتعايش فيها البشر والحيوان. وتهدف الورشة إلى تعزيز مستويات الصحة لدى الأفراد والحيوانات والحفاظ على البيئة من خلال تحديد الأخطار المتعلقة بهذه الأمراض وتقييمها للحد من آثارها ومكافحتها. نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي 570 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2022. وأكدت إدارة طيران شرطة أبوظبي حرصها على تلبية النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات ضمن زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية. نظمت جامعة أم القوين ملتقى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من إيمانها بأهمية دور المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة مجتمعهم ومتابعيهم من خلال المحتوى المقدم، الأمر الذي يزيد من حجم مسؤوليتهم في تحفيز الطاقات الإيجابية لدى المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. وعرض المشاركون في الملتقى تجاربهم الإعلامية والصعوبات والتحديات التي واجهتهم، مؤكدين على ضرورة اتباع المحتوى الهادف الذي يساهم في تنمية المعرفة والعمل والاستمرار في المثابرة في ريادة الأعمال.